متواصلون معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة للحرب على غزة عبر الجزيرة مباشر. نحن هنا في مخيم المغازي على شارع صلاح الدين، نرصد لكم الظروف القاسية التي تعيشها العائلات النازحة هنا في ظل هذه الخيام المهترئة، والتي ستقتلعها الرياح التي بدأت شيئا فشيئا تكون قوية وتبدو قوية مع دخول فصل الشتاء والمنخفضات الجوية التي تحذر منها دائرة الأرصاد هنا في الأراضي الفلسطينية. نتحدث مع هذا الشاب النازح من المناطق الشمالية لقطاع غزة. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخوي. إيش بتعمل قاعد؟ والله زي ما أنت شايف بشوي ننشن دجاجة وبتعشى أنا وعيالي، وزي ما أنت شايف برد ساقع علينا كتلنا وعند أطفالنا اللي زيي، ويعني مهجر من بلاده وأمي استشهدت غاد وعائلته كلهم، وجينا ارتمينا في الغربة هان. إيش بدك أكثر من هيك؟ ليش لك نازح أنت؟ إلي سنة لقيته من قبل الحواجز ولا دول. أنا جيت يعني أمي استشهدت تاني صار الأسبوع في غزة ما شفتهاش في الشمال قطاع غزة. أمك وين استشهدت؟ احكي لنا قصة استشهادها. استشهدت في شمال قطاع غزة وهي راح تنقذ أولاد أخوها، وما شفتهاش، دفنوها ما شفتهاش، يعني سنة وأنا بستنى أمي لأشوفها بس أحضنها في الآخر تروح وما شفتهاش. يعني إيش بدي أقول لك، صورة حتى إلا صورة ما شفتش. وهي زي ما أنت شايف ناكل لحمة ولحمة بسس، حتى والله ما هي لحمة زي الناس، يعني كل شيء غالي. يعني الله يعزك هذا زي امبارح طلع كيف راسه كله رايح، يعني دوا وحياة الله أقسم بالله ما احنا ملاقيين نجيب له، شايف كيف راسه مفتوح كل راسه غرز، انا بقى ما رايح منين لحديت انا دوا ما قدرناش نجيب له. يعني الحياة صارت صعبة في غزة فوق ما تتصور. يعني هذول الزنب هم اطفال ابرياء كلهم رايحين كبش فدا في هالحياة هذه. يعني غزة اطلع كيف الناس مرميين في الشوارع يا زلمة، اقسم بالله ايش يعني ايش بدي اقول لك، بسم البدن احنا بطلنا يا عم نطيق حالنا، قربنا حالنا خلصونا من الحرب، لانه ايش فوق اللازم يا سيسن احنا صبرنا الحمد لله. يعني برضيك هذه اللحمه، يعني هذه بتتاكل، طلع ابني كيف قاعد باكلها يا زلمه، حياه هي هذه اللحمه. طب زمان بقت عيشه ولقيت عيشه الحمد لله عنا من الله. يعني قنيت السيري ب 30 شيكل، طب والله ما احنا قادرين نجيبها، كسر طحين بمليون ونص يا عم، حرام عليهم يرحمونا، احنا يا عم مش وحوش مش باقيين مش في حيوانات يفترسونا، احنا بشر زينا زيهم، بدنا نعيش زي ما هم عايشين. انا خيمتي السقع كتلت اولاد، انا ابني مش منيح قادر فيه من المستشفيات بالسقع. وين خيمتك انت؟ هاي خيمتي انا، تعال نشوف الخيمه. هذا الواقع القاسي جدا مشاهدينا الكرام الذي انتجته الحرب الاسرائيليه على غزه. ندخل الان الى هذه الخيمه والتي نراها الشاب بدون ضي بدون طلع في ايش، بنتحمم يا زلمه في جنان السيرج، بنتحمم في جنان السيرج سرنا اللي بقينا بنستخدم السيرج منهن وبنعود بنتني مي بنتحمم فيهن. يعني مش بدي اقول لك ابني تعال شوف كيف مرمي جوا ديت، بدون كشاف بدون اي حاجه، حياه صعبه وقاسيه جدا فوق ما تتصور. هاي هذا برضيك يعني ناميك بدون كشاف، طلع كيف احنا عايشين في زين قول مي بتعدي علينا والشتاء والريح والهواء الساقه، حياه صعبه جدا، طلع كيف الغبره والقرف والدبان. طب احنا بقينا زيك زمان عايشين، إشي فوق ما تتصور، صعب صعب للغاية. أنا وين فرشاتك؟ أنا مش شايف في فرشات. الحمد لله بدون على الأرض بننام، يعني مدبرين حالنا لو عقاد فرشة هي بس اللي أحط أولادي عليها، وأنا ومرة أحد بندبر حالنا كيف ما نجي على الأرض. حتى بطانيات ما فيش عندنا زي الناس هذين، بطانيات مخدات نجيب مخدات ما فيش عندنا. يا عم من شان الله ارحمونا، إحنا بطلنا نطيق حيانا، يا عم إن عشنا فنعيش كراما وإن متنا فنموت عظاما، فأهلا في الموت إن حان المعاد، حرام عليكم ارحم الله اللي خلقنا، حرام عليكم، احنا بطلنا نديك حنطيق حالنا يا زلمه، حياه صعبه. الدنيا داقت كثير والله، داقت فينا كثير الله يعزك، لحمه بسس بناكل، هذه مش لحمه لانشن دجاج، بضحكوا علينا يا زلمه بسبغ جنبهم الاطفال اللي عندنا. طلع كيف يا زلمه، ابني طول النهار بجور في اللعبه اللي بس اضحك عليه وما يعني لقمه طول النهار بياكل بس زي لقيته بنايمه. انا بطلت اجي، يعني زلمه شاب طول بعرض وخبطنا في الحيط خمس خبطات بتطلعش من جيبتي شكل واحد. ايش بدي اقول له؟ كنت تشتغل قبل الحرب انت؟ كنا نشتغل مزارعين، بقينا نزرع في بيت لها، بقينا نزرع فراوله وبتنجان، لكن لقيت تدمرنا احنا ما فيش، يعني اللي زيي شاب طول بعرض فوق ال 200 الف شيكل على دين ومش قادر اجمع حالي، دار راحت، بيت راح، ام راحت، اعز احباب راح، اولاد اخوتي كلهم استشهدوا، يعني وين بدنا نروح؟ كل شيء تدمر في حياتنا يا عم، ان شاء الله وقف الحرب يا عمي. الحمد لله على من الله.
وهذا اللي بنقدر نقوله. ربما مشاهدينا الكرام الصورة هنا تكفي لوصف أي شيء، وأحاديث وكلمات مجتمعة لا تستطيع أن تصف هذه المعاناة الكارثية جدا التي يعيشها النازحون في المحافظة الوسطى. نحن نتحدث عن وضع صعب جدا كما ترصد لكم الصورة. حمام. طب أنت كيف بتوفر المية؟ والله المية صلعنا بنروح بنجيبها يمكن حوالي 100 متر لقدام، زي ما أنت شايف بنخزنها في قنان السيرج وبنديرها في قلب الجرادة اللي بنتحمم فيها دولة. طلع كيف حالتهم بتقرر الله يعزك، هذا حياة وقبل حياة بالنايلون بنقيد بنعمل أكلنا، فيش مجا يعني حمام بدي أقول لك قشرتين سطرية يعني اللي رايح واللي جاي قادر يكشفنا. حياة صعبة فوق ما تتصور، طلع كيف يا زلمة سترين حالنا. وفي الشتاء كيف بدك تدبر حالك في الخيمة هذه؟ أقسم بيت الله وحياة رحمة أمي يعني عندها أطفال وأولاد صغار، أنا بقدرتي 600 شيكل شدر والله ماني قادر أجيبه. بلا من منين عن الزبالة تطلع كيف وبرجع في خيمتي قاعد. حياة صعبة طلع كيف، أجو عليك بالله هذا نايلون، خلي 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 نتنياهو يشوف هذا نايلون يا زلمة الأطفال صغار الذنب الأطفال. خلي نتنياهو وبايدن يشوفوا هذا حرام عليهم اللي بيسووا فينا. إحنا الذنب في هذه الحياة نروح كبش فدا في هذه الحياة. انا عندي اطفال انا زلمه مسالم بدي اعيش يا عم، انا مانيش في الضمضمات كلها، انا الذنب يروح يرحلني من البلاد ويرميني هنا، انا بدي اعيش. انا كل يوم بجيب حبه بلاستيك برمي فوق عشان اقيد اولاد النار. يتحدثون بالقهر وليس سوى القهر يمكن ان يعبر عن هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنون هنا في ظل هذه الحرب المستمره والمستعره على قطاع غزه والتي لم تبقي ولم تذر. يعني هنا في مخيم المغازي مشاهدينا الكرام هذا أحد المخيمات الذي يوجد به عدد كبير من الخيام لنازحين جاءوا من المناطق الشمالية لقطاع غزة. يحاول المواطنون هنا التجهز لاستقبال فصل الشتاء الذي سيحل ضيفا قاسيا جدا في ظل هذه الخيام المهترئة والتي لا تقي برد الشتاء ولا تقي المطر الذي سيحل على قطاع غزة. نتحدث مع ربة الأسرة وزوجة الشاب الذي كنا نتحدث معه. يعطيك العافية. اليوم جاي فصل شتاء والأطفال الصغار أنا شايفهم لابسين أواعي صيفية، ما الذي يجري؟ الله إحنا نتمنى نرجع دورنا، نرجع سالمين غنمين، وما بدنا يعني إشي منهم. إحنا بدي بس نرجع في أولادي عدورنا بس على أرضنا نروح. احنا تعبنا كتير، احنا انهزمنا. هنا عنا السكينة فش عنا، هذه يعني من وين جابها؟ من الزبالة غير جلتها وهينا بناكل فيها السكينة. هدم لأولادي فش عنده، يعني بتمنى ان يكون فلينا زي أولادي عنده، يعني فلينا لأولادي بس لقيها يعني يلبسها او بنطلون يعني يلبسه. احنا وضعنا المادي على الله فش يعني احنا تعبنا، أولادي يعني مش نشاطين وابناته ونايم في الخيمة فش يعني احنا وين نروح؟ حسبنا بالله وانت نعم الوكيل على كل من كان سبب في هذه الحرب. احنا بدنا نرجع لدورنا وبس، يرجعونا لدورنا وبدنا هدنة. ايش لا يبتغون شيئا مشاهدين الكرام سوى العودة الى منازلهم الى شمال قطاع غزة، وربما هم يدركون حقيقة الامر ان المنازل في شمال قطاع غزة مدمرة، لكنهم يرتضون العيش فوق ركام منازلهم بديلا عن النزوح في الشوارع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. سنواصل وإياكم هذه التغطية عبر الجزيرة مباشر للحرب وما تفعله بالفلسطينيين في قطاع غزة.